بسم الله. لحم غنم بعظم، طبعا اللحم لما نيجي نسويه بالطريقة الأصلية ما نكشن البصل أبدا، نحط البصل والثوم إضافي، ممكن تحطوه ممكن تستغنوا عنه، وهذه الطريقة الأصلية وحقة الأولين. أول شيء حطيت البصل والثوم ونزلت اللحمة موية بحرارة الغرفة، حخليها تصير اللحمة شبه مستوية، دقيق بر وموية دافية، حنزل الموية بالتدريج ونعجن لين ما يصير قوامها زي كده. بعد ما صارت نص استواء اللحمة نزلت معجون الطماطم، حزيد موية حارة ونزل الخضار، بهار مشكل وشوية كركم ولومي وملح. العجينة حبدأ أنشلها، أقسم العجينة بهذه الطريقة، حطيت شوية زيت، بدأ نطزز العجين، دهن يدنا موية أو زيت ونبدأ نطززها. كيف تكون سماكتها زي كده؟ حبدا انزل العجينه على دفعات بحيث انها ما تلبد في بعض، وحطيت شويه سمنه. ما شاء الله تبارك الله، قد ايش اللحم ذايب. حرفيا تعدى مرحله اللذاذه، لازم تجربوا.